الله معكم اخوتي المستمعين وما كنتوا. تعال نتابع سوا نحن وياكم هالسلسله يلي بلشنا فيها من فتره الصوم المبارك وعم نكملها هلا بعد العياد. اليوم رح نحكي موضوع كنا الاسبوع الماضي ونوسعه شوي صغيره اكثر، كيف نحن مع بعضنا البعض بنعيش صداقتنا، وكيف الانسان بيسعى يكون صداقه حميمه، صداقه صافيه، صداقه ما فيها منافع مع خير الانسان. كمان الأهم من هيك أخوتي، نسعى نحن كمان نعمل صداقة مع شيء كتير مهم بحياتنا، هو صداقتنا مع ربنا. مر يعقوب برسالته بالفصل الرابع بيقول: اقتربوا من الله فيقترب الله منكم. الصداقة مع الله بتبلش بخطوة ربنا بيعملها، وهالشي ما بيصير بالصدفة. ربنا عطول عيونه وقلبه عليك انت يا انسان، وانت مطلوب منك شيء بسيط جدا: يكون عندك رغبة، يكون صديق لله، يكون عندك طاقة تشتغل على الصداقة، واهم شيء تخصص وقت لربنا تعيش انت وياه. بدك توثق بصداقة الله لك، اكيد الله منتظرك، ما تنسى غيابك وبعدك عنه هو خسارة كتير كبيرة لله. ليش؟ لأنه بيحبك. الله بيفهمك بصمتك، الله بيفهمك بغضبك، الله بيفهمك لما تكون متروك لحالك، والله بيفهمك وبيعرف قيمتك أكتر من كل إنسان بالدنيا. الله خلقك والله بيعشق جمالك يا إنسان، بيعشق قلبك. قلبك يمكن يكون لصديق أحياناً ما عنده عزة نفس، ما بيحن عليك، ما بيشتاق لك إلا وقت الحاجة. يعني بين هلالين في مصلحة بصداقتنا نحن البشر مع بعضنا البعض، وبسهولة عادة نستغني عن بعضنا البعض. الله أكيد غير هودي كلهم. الله بيلقى عليك التحية وبيمشي، بيقول لك ربنا عطول أنا حدك. مجرد الصديق بيتركك على غلطة صغيرة، بينساك وبسرعة. ربنا على غلطك بيحضنك، بيضل ناطرك تترجع صوبه. ما تبالغ كتير باهتمام الغير، شو بيحكوا الغير عنك، ما تتعلق بحدا لحد الجنون. وهيدي مشكلتنا نحن البشر، منحب منصادق نتخلى عن بعضنا البعض ما بنعرف كيف وليش. كل شي بيزول إلا ربنا رح يبقى على محبته وأمانته وصداقته إلك. أحيانا كثيرة بتظن إنه مكانتك كبيرة ومهمة بقلب شخص تعتبره صديقك، ولكن ظروف بتجي تمرق بتخليك تضحك على سخافة ظنك. ربنا بس لوحده الباقي حدك، هو وحده الأمين على مواعيده ومحبته كيف ما أنت وين ما أنت. وبسبب نعمة ربنا إلك، يسوع رح يضل يحب الخطأ والعشرين، ونحن يمكن منهم رغم عصيان الشعب اليهودي على الله بالعهد القديم. ربنا وعد موسى، وعد أخنوخ إنه رح يحافظ على وعده ورح يعطي إسرائيل أرض الميعاد. ربنا بيقلنا: وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك يا إنسان. ما تنسى أبدا أنه ممكن جدا الكل يتركك، الكل يتخلى عنك، مصلحته خلصت معك. ربنا أكيد لوحده رغم كل شيء ما راح يتركك ولا لحظة، ما راح يتخلى عنك، مصلحته هي بالأساس خلاصك وتكون معه بالسماء. نحن مثل داود منصلي ومنقول: إليك يا رب أرفع شكوايا. يسوع بيقلنا: أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به. صداقتنا لله منا أبدا ولا بشكل بدافع الواجب أو الخوف من بكرة أو القصاص من ربنا. صداقتنا ومحبتنا لله هي بدافع الثقة. ليش؟ لأنه ربنا أمين على مواعيده وصادق. ربنا بيحبنا مثل ما نحن، وربنا ما بيخونك
ما بيتركك ولا بأي لحظة. صداقة ربنا ما فيها غش، ما فيها كذب، فيها محبة وبس. المدهش والمميز أنه عنا نحن البشر كل الحرية أنه نختار إذا بدنا نعمل صداقة مع الله، ولوين ونوصل صداقتنا مع الله. العلاقة الحميمة مع الله هي أخيرا اختيار شخصي مش صدفي. يا إنسان يلي عم تبحث على الصداقة، أنت مدعو أنه تفتش عن سر علاقة ومحبة الله إلك. ربنا هو خلاصك، هو فدائك. هذا معنى تجسد يسوع المسيح كرمالنا بهالدنيا. داود النبي بالمزامير بيقول عن الصداقة مع الله هي اشتياق، هي حنين، هي عطش، هي جوع دائم. وبنهي الكلام النبي داود: واحدة سألت الرب وإياها ألتمس، أن أقيم في بيت الرب كل أيام حياتي لأنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأن رحمتك يا رب هي أفضل من الحياة. شو رأيك بلش سوا بهالخطوة الرائعة ومفكر نبني صداقة حقيقية مع الله؟ والله معكم جميعا. واحدة سألت يا ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت يا ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.